العرض اللي قدمناه اليوم هو عرض باليه كوبيليا، اللي هو عرض كلاسيكي كوميدي، لكن هو تم إنتاج أول مرة طبعاً بسنة 1800، فهو قديم جداً، ولكن هذا يعني تم تصميمه بطريقة ثانية، مشان هو مصمم لطلبة فرقة دائرة الفنون في مركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين. هلا أنا بالنسبة لي مش صار لي كثير برقص باليه، بس من أول ما فتت خلص حبيت الشغلة يعني، وصرت بدي أكمل فيها من سنة على سنة، إنه عم بصير في كثير تطور، عم بصير في اهتمام أكثر من قبل الراقصين الأردنيين، من قبل المجتمع حتى الأردني، عم بصيروا يهتموا أكثر بفن الباليه، فهذا الشيء كثير منيح. طموحي إني أكون أول راقص عربي محترف في الباليه والرقص المعاصر، عشان أتعلم قد ما بقدر وأخذ وأخذ خبرة كتير من برا، وأرجع البلد وأنمي الرقص والباليه للأجيال القادمة، وأنشر فن الباليه، لأنه هو مش بس فن رقص، هو فن حرية وحب وسلام، وبنشر الفرح والمرح لحياة الجميع.